جاهزين. برافو عليك. انت جيت مرتين وكسبت. ثلاثة. ثلاثة كسبت اثنين. الله أكبر، كسبت الثلاثة. كسبت الثلاثة؟ أنا بهزر، المعلومات يا كابتن عندي. هو رزق حلو ما شاء الله. لا المعلومات أهي. هو طارق رزق حلو ما شاء الله. يا عم أنت هتخلص عليا. أنت أول مرة تلعب. أول مرة راجع. جميل، بس أنت عرفت القواعد خلاص. عرفتها. تمام. إذا السؤال الأول. يعني يكاد يكون اللقطة دي كأننا بنغشش. ما هي سباقات الوثب في ألعاب القوة؟ في ألعاب القوة في ثلاث أنواع من الوثب. اللي يقول اثنين هديله الدرجة. اتفضل. الوثب العالي. ايوه. والوثب الطويل. والوثب الطويل. الطويل. والثالث الوثب الثلاثي. الثلاثي. برافو عليك. ادي اول معلومه خد. خلي بالك احنا غششناكوا في اللقطه. لا سهله. بس انتوا عارفينها طبعا. تبارك راجل بطل العاب قوى. لا طول عمري بجري لحد دلوقتي ما شاء الله مميز. لا وانا سريع قوي بصراحه. طيب يبقى كده واحد لا شيء. اللعبة دي اسمها ايه باي ذا واي؟ هوكي. هوكي الانزلاق. ايس هوكي. هوكي الانزلاق. تمام كده. تمام كده. السؤال، كم عدد لاعبي فريق هوكي الانزلاق؟ الفريق بيتكون من كم لاعب؟ لو ما فيش اجابة ندي اختيار، لو حد عارف يدوس. اختيار؟ اختيار. اختيار. هل هم يعني في الكورة كم لاعب؟ 11. طيب الحمد لله ان انا فاكر. طيب وفي الهوكي العادي كم لاعب؟ 11. 11. طيب اعتقد كده لو انا غلط يا جماعه صححوا لي ان انا على الهوا اهو. 9 اتاكدوا لي انا مظبوط. 11. تمام. طيب هوكي الانزلاق هل هم الفريق 5 لعيبه 6 لعيبه 7 لعيبه؟ عايز تدوس تدوس. اتفضل. 7 لعيبه. ده مش مظبوط. يتبقى 5 و6. جاوبت صح هتبقى درجتين، جاوبت غلط هسحب منك الدرجه، هتبقى بدون. بحارس المرمى 6. ما هو طب هو حارس المرمى يعني فرقة. يعني لا 5 ولا 6؟ اتفضل دوس. اتفضل. 6. برافو عليك يا ابني. المعلومات اهي. ام الراجل بقى لسه جديد. يبقى كده 2-0 لا شيء. اللي بعد هو السؤال مش على البحر، السؤال على المحيط. ما هو اكبر محيط في العالم؟ اتفضل. المحيط الهادي. الهادي طبعا. يا هادي. هما ثلاث محيطات الكبار، اطلسي وهندي وهادي. والهادي. الهادي هو اكبر واحد فيهم. اكبر واحد فيهم. برافو عليك. الله عليك. الله عليك. ايه يا ابو الكباتن؟ انا عارفها عارفها المعلومه دي بس عارفها منين؟ ما لحقتش تدوس. ما لحقتش ادوس. دوست بس. لا خليك سريع. دوست جامد. المدافع برضه. ها؟ دوستش جامد. في بطء شويه؟ المدافعين غير. انا دوست على البتاع بس ما عملتش. واكون دوست على البياض. لا انا خايف، انا خايف انفجر بس ادوس انفجر. انا خايف ادوس طرق انفجر. اللي بيدوس الاول ولو بثانيه هينور عنده. مش هينور عنده. تمام؟ بقينا 3 لا شيء. اللي بعده. يا سلام يا فري. هو بيتكلم هنا عن القلب. كم قلب للاخطبوط؟ اتفضل. 3. ايه ده؟ عرفتها ازاي دي؟ 3. برافو عليك. الجمال ده. 2 بيضخوا الدم للخياشيم والثالث لباقي الجسم. السؤال بقى عرفتها ازاي؟ بس دي جامده. عرفتها ازاي دي صحيح؟ انت دكتور ولا ما اعرفش؟ انا ولا حاجه. الاسئله الصعبه هتلاقيها معايا. هو مش عارف الحاجات دي. صعب معايا. المحيط والحاجات دي كل الناس عارفاها، لكن الاخطبوط بقى. بس والله جامده جدا. ان انت تعرف 3 قلوب للاخطبوط دي صعبه جدا. السؤال ده المفروض ب3 عشان 3 يعني المفروض اخد 3 درجات فيه. عشان 3 قلوب على كل قلب. كل قلب درجه. بقينا 3-1. واحد. اللي بعد. استعد. انت مكتف ايديك، ايدك بعيد عن الباص. في ثقه. اظبط على الباص. في ثقه. طيب ما هي العمله الرسميه في سويسرا؟ اتفضل. فرانك. الفرانك. برافو عليك. لا ده عمل ممتاز. انت ما رحتش سويسرا قبل كده؟ رحت يا كابتن. لسه كنت هقول بس هو لا بص يا كابتن. كنت بتصرف بايه؟ بالدولار؟ لا احنا بنسافر عامه مع الفرقه بنصرف بالدولار. لكن انا بعرفها من الغرامات. من الغرامات. الغرامات اللي بتيجي. لا كابتن عشان هو عنده فرنك. عنده في بنوك سويسرا فلوس فهو كده. اوكي. حاطط 100 دولار في سويسرا عموما لو 100 دولار بسعر الدولار دلوقتي انت راجل غني. ايوه ما شاء الله. طيب بقينا كده 3-2. اللي بعد. طيب هنا بنتكلم على المدن. ايديكوا جاهزه؟ خلي بالك. بص هو ايده فين وانت ايدك كنت مكتفه. خلي بالك. ايه اطفي هنا عند الكابتن احمد. لا سيبها هو يدفع لك. اطفي بس كده. تمام. السؤال، ما هي عاصمه فنلندا؟
انتوا ما رحتوش اوروبا؟ لا رحنا كابتن بس انا والله مش بعيد عني بس. طيب هدي ثلاث اختيارات هدي ثلاث. طب تعرف ايه من عواصم اوروبا؟ اغلبيتكم عارف. قول لي كده اي حاجه. انجلترا. انجلترا. لندن. لندن. فرنسا. باريس. انا جبت لكم اسهل حاجتين. لا في سهله. طيب. طيب فنلندا بقى لسه ما فيش. طيب اوكي. هل عاصمه فنلندا هي ايدي جاهزه؟ اه. طيب. كوبنهاجن، هلسنكي، وارسو. كوبنهاجن، هلسنكي، وارسو. اي حد يدوس ويجرب حظه. هلسنكي. اتفضل. كوبنهاجن، هلسنكي، وارسو. 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 وارسو دي عاصمه بولندا. هي قريبه من فنلندا بس انت جبتها على السجع يعني. يتبقى عاصمه فنلندا ما تقلقش هيدوس حالا اهو. هيتبقى كوبنهاجن وهلسنكي. هلسنكي. اتفضل دوس. هلسنكي. هلسنكي. برافو. بتسرع انا برضه بتسرع انا مش عارف انا مالي انا بولندا وفنلندا. كوبنهاجن الدنمارك. الدنمارك دي معروف. وارسو بولندا. بس كابتن الاسئله الصعبه هتلاقيها فنلندا هلسنكي. الاسئله الصعبه فينا المنتدى اهو عمل المنتدى ده جامد. تعالى بقى. لا سايبك يا الاسئله السهله دي. طب صعب شويه خلي بالك كابتن. مفيش حاجه صعبه. بص يا كابتن انا بسحب رجله الاول اخليه ياخد الثقه. وبعد كده عادي زي اللعب بينا من بعض خليه يجيب جولين في الاول وبعد كده يقول لك يا كابتن. في مثل يقول لك ايه؟ شوق ولا الدواء يعني كده يعني. ما انا اللي عملتها بقى ده كده انا اللي عملته. شوق ولا الدواء انا اللي عملت كده. طيب بس هو كده ده. طيب بقينا ثلاثه ثلاثه. طبعا دي قنبله ذريه. السؤال من هو الرئيس الامريكي الذي ضرب اليابان بالقنبله الذريه؟ اسمه ايه؟ نقول ثلاث اختيارات. اوكي انتوا عارفين طبعا اليابان اتضربت بقنبله ذريه اللي هي ايه؟ هيروشيما وناجازاكي. والكلام ده كان 1945 ما بينهم كان اربع ايام. ضرب الاول هنا وبعدين ضرب هنا. السؤال هل هو نيكسون كارتر ترومان؟ نيكسون كارتر ترومان. اي واحد يدوس. نيكسون كارتر ترومان. طيب حد فيكم عايز يدوس اعمل انا حادي بادي. حادي بادي كرومب زبادي شاله حطه كله على دي. دوس. اتفضل. عندك ايه؟ نيكسون وكارتر وترومان. اتفضل. نيكسون. نيكسون ده مش مظبوط. يتبقى مبسوط انت مالك انت؟ انا جت عليا اللي لازم اقول انا هقول غلط دلوقتي. فاضل لك كارتر وترومان. جاوبت صح هتبقى اربعه، جاوبت غلط هتبقى اتنين. كارتر. ما هو بس هسحب منك لان دول اختيارين فاضلين. فاضل لك كارتر وترومان. اتفضل. كارتر. كارتر. وده برافو. قول برافو عليك حرام عليك. لا ده مش مظبوط. نهار ابيض. هو ترومان. هو ترومان هو اللي ارسل القنبله الذريه على اليابان عام 1945. بقينا كده اتنين ثلاثه. ثلاث. والله حرام يا كابتن. ما انت طب ما كان لازم شفت بقى شفت بقى تجنب الخصم. الاختيارات جت عليا فانا عادي انا كده كده مش خصم مني. خلي بالك انتوا الاثنين بتتحفظوا ان تدوس الاول. اللي بيدوس الاول ده عنده فرصه ان ما يتخصمش منه. طب ما تعرفنا كده يا كابتن. ما انت عارف انت مش خبير هنا. اول مره جاي مختار يعني. وطبعا بالمناسبه عشان المعلومه تبقى كامله يوم 6 اغسطس ويوم 9 اغسطس. اوكي؟ الساعه 2 الظهر. طيب السؤال اللي بعده. الله على الاصوات الجميله. وديك بيدا ايه؟ كوكو كوك. كوكو كوك. الله عليك. السؤال على كوكو. وديك بيدا ايه؟ كوكو كوك. كوكو كوك. السؤال على كوكو كوك. السؤال مش على كوكو كوك، السؤال على الديك. ماذا يطلق على صوت الديك؟ يعني الاسد زئير، القطه مواء، الكلب نباح. الديك. لو مش عارفين ادي اختيارات. ادي اختيارات. اوكي. صوت الديك بقاع، سقاع، رقاع. تاني. بقاع بالبه، سقاع بالصاد، رقاع بالره. صوت الديك. اي واحد يدوق بالبول. اتفضل دوق. اتفضل. بقاع، سقاع، رقاع. بقاع، سقاع، رقاع. 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 وده مش مظبوط. وده مش مظبوط. يتبقى بقاع وسقاع. جاوبت صح انت عندك دلوقتي ثلاثة هتبقى أربعة. جاوبت غلط هتبقى ايه؟ اتنين زي الكابتن طارق. بقى ايه؟ بقاع وسقاع. فاضل لك بقاع. بقاع كده تعملها كده. بقاع وسقاع.
اتفضل تعمل زي الديك كده واديها كده اديها زي ما انا باديها بقاع وسقاع لازم اعمل دي ايوه لازم. عشان احس احساس الديك اتديها ديك بقاع وسقاع اتفضل سقاع لا اعملها مظبوط لا اعملها كده سقاع سقاع برافو عليك سهل قوي يا كابتن والله سهل قوي لازم يا كابتن اول مره يجي عايز تحييه يعني بص يا كابتن بص بص اول ما الثلاثه قعد يبص لي بصات وقعد عمل لي مره يجي ان هو بقى قاعد مع رفاعه الطهطاوي وقاعد بعرف المعلومات العامه بص يا عم حسين عارف انت بالظبط زي ايه جبت جون في الاول وانا خدت بيت الماتش يلا حبيبي طيب كمل بقينا كده 2 4 أربعة أربعة اتنين أربعة بعد ما كنت 3-0 بقى كام سؤال يا كابتن فاضل لا لسه لسه ما تقلقش لسه بدري يا حبيبي لسه لو سؤال لو سؤال واحد يبقى في فرصة السؤال اللي جاي أغنية خلي بالك من اللي هقوله عشان أول مرة تيجي السؤال اللي جاي إيه أغنية أثناء الأغنية إحنا مسكتين كلمة مسكتين إيه كلمة أوكي اللي يعرف الكلمة وهو بيسمع الأغنية يحجز يدوس يحجز يدوس اغنيه لمين بس الاول عشان انت ورزقك بقى انت ورزقك بقى هي ليلى مراد هي ليلى مراد بقى. اوكي يلا يا احمد استاذ حمام نحن الزغاليل نحن الزغاليل طيب. من غير جناح بنميل ونطير برافو عليك عرفها سلام. صح سلام. عشان طب معانا يا احمد ادينا بقى حته ايه جت هوس انا الفيلم حافظ اغانيه كلها جميل والله الفيلم ده كله حافظ اغانيه لا والله الفيلم ده بقى اغانيها الحته دي طول معانا مطرب اهو لا مطرب اهو حماقي الصغير خش حماقي لا الفيلم ده كله حافظ اغانيه بجد والله عارف اغانيه كلها طب قول لي حاجه منه في الاغنيه بتاعت عبد الوهاب قولها اللي في الاخر تعرف تقول لا مش هقولها لا لا كده مش عارف تقول لا مش عارف بس انا حافظها لا حافظها يعني هو كمان حريف حافظها الفيلم اسمه ايه طيب الفيلم غزل بنات طب طب الكلمات ايه 1949 كمان لا ده هو علي مذاكر يا كابتن طب ايه الكلمات الكلمات عشق الروح ملوش اخر لكن لكن عشق الجسد عشق الجسد فاني فاني انت قلت لا كله لسه كنت بسمعها مثلا من يومين طيب ماشي شوف الجمال بتاع الجمله وعشق الروح ملوش اخر لكن عشق الجسد فاني فاني الموقف نفسه بتاع الاغنيه كمان حلو عشان الريحاني وكان بيحبها وبعد كده ده انت رومانسي باين على لا الفيلم الفيلم لا الفيلم ده قوي جدا ده انا حافظ العاطفي لا انت عاطفي سوما العاشر سوما العاشر طيب لا في الاغاني يبقى كده بقينا 3-4 اللي جاي ده اخر سؤال حضرتك جاوبت هتتعادل هيبقى في سؤال فاصل حضرتك جاوبت مبروك اوكي وايديكوا على البازل ده مستقبل فرقه لا 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 ما فيش هزار دي هذا سؤال في قوه الملاحظه هوريكم مشهد من مباراه ركز بعينيك قوي لان هسالك في اي حاجه في هذا المشهد سؤال واضح يلا يا احمد طبعا ده كانت لقاء ودي بين مصر والبرتغال وانتهى 2-1 للبرتغال وكان كريستيانو احرز الهدفين السؤال ما لون حذاء طارق حامد جبت واحد مش مشترك في اللعبه خالص طيب بلاش السؤال ده هو ليموني بالمناسبه كنت هقول اصفر انا اصفر تمشي طبعا اصفر غير ليموني السؤال هقول واحد غيره السؤال حارس البرتغال رقم التيشيرت 22 برافو عليك كنت تقوله من الاول لا يا حبيبي تقول من الاول قدام الناس احمد السيد النهارده ضيف وانا يا كابتن احمد انا ببارك لك وبقول لك مبروك لكن هنصص بره احنا متفقين متفقين على كده كابتن نطلع بره ضاربين بعض يعني الامضاء هتقسموها ازاي معلش بقى لا يا كابتن مش هقسم حاجه خلاص الموضوع انا هديله 100 جنيه مش انا اللي فكيت لك بس كابتن ملحد انت في الاول كنت مش واثق فيا فاجئتك بعد كده ولا لا انت فاجئتني اصل لما وصلت 3-0 قلت النهارده هيفي سكور بص بس انت عملت ريمونتادا بصراحه بص كابتن مدحت انا فهمت الدنيا هنا ايوه بيجي يسالك سؤال بيسالك الحاجه اللي مش متوقعه يعني مثلا انت ايه مين اللي باص عبد الله السعيد وصلاح فانت تركز على شوز عبد الله وشوز صلاح فايه لكن هو يجيب لك حاجه فانت تركز في الوقت وركز في حاجه غريبه انت مكر كده ليه ده المكر ده ايه المكر اللي انت فيه ده فاز كابتن احمد السيد مبروك يا كابتن بيقول لك مناديل تمسح عرفت مبروك يا كابتن على كابتن طارق السعيد 5-3 باين 5-3 5-3 يعني رقم 3 طلع ناحيه مدحت شلبي 27/10/2022 ميلاديا
مبروك يا كابتن احمد. شكرا يا خليك زي ما انت، هي جايه لك وقت عندك الطياره لك ارزام يا ارزام. هي اليومين دول ايه انا قفل انا عارف. كابتن مبروك، اتشرفت ونورت. انا اللي اتشرفت بحضرتك طبعا، واتشرفت بكابتن احمد، ونتمنى ان شاء الله نسمع حضرتك بكره وانت بتجنجل باذن الله مباراه جيده، ونقول مبروك للي يكسب ان شاء الله. ان شاء الله كابتن احمد شرفت ونورت. طبعا يا كابتن سعيد بوجود حضرتك ومع كابتن طارق السعيد، طبعا حلقه مميزه جدا، اول ما اطلع في اول ما اطلع في الموضوع ده حاجه كويسه جدا يعني. ربنا يوفقك كل مره. امتنانك.